فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وذكروا في السحور وتأخيره أن ذلك فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. نعم، وذكر الشافعية أن تأخير السحور الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حث على السحور، حث على تأخيره، أن ذلك منعا للتشبه بأهل الكتاب في صيامهم، فإنهم يصومون قبل الفجر، والله جل وعلا قال لنا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وكلما تأخر السحور إلى طلوع الفجر كان ذلك أفضل، لأن فيه مخالفة لأهل الكتاب في صيامهم. وبناء على ذلك فإن الذين لا يتسحرون يصومون من غير سحور وهم يقدرون على السحور، أو يتسحرون مبكرين، أنهم قد خالفوا السنة وتشبهوا بأهل الشرك والبدعة. نعم، أحسن الله إليكم. لا يدفع هذا شرعة ماء؟ المهم يتسحر عند طلوع الفجر بما يتيسر له،